يوم نصر باذن الله. ابو حميد مساء الفل. مساء النور. اخبارك ايه؟ يا رب الحمد لله، يا رب ان شاء الله نكسب النهارده. يا رب جاي من العالم مظبط نفسك تمام التمام. يا رب يا عالي ينصر الاهلي الغالي ان شاء الله. ان شاء الله. ايه محضر لنا ايه كده في اليوم الحلو ده؟ في الاول نتكلم على الجزء التاريخي الاول وبعد كده نتكلم كرقمي وتحليل فني. الاول في الارقام في حاجتين كده يدعو للتفاؤل ان شاء الله، يعني تاريخيا النهارده طبعا عارفين ان مباراه الاياب في رادس يعني خارج مصر، ففي 24 نادي حققوا اللقب دوري ابطال افريقيا، كانت مباراه العوده في النهائي بره ملعبهم 24 نادي. طبعا مين اكتر نادي؟ النادي الاهلي. اكتر نادي حقق الكلام ده كان النادي الاهلي اربع مرات. النهارده ان شاء الله تبقى الخامسه باذن الله. باذن الله. وبرضه من التفاؤل ان اول مباراه او اول بطوله كانت خارج الديار برضه كان يعني ان شاء الله رحمه تبقى تسعه باذن الله خارج الديار برضه باذن الله. طبعا اللي حققوا ال 24 لقب دول لو ذكرناهم سنه اول نادي كان اللي هو الانجليبير الكونغولي سنه كان مازيمبي يعني. كان مازيمبي اللي هو سنه الانجليبير بس مازيمبي دلوقتي ده كان سنه 68. بعد كده سنه 70 كوتوكو اخذها برضه بره، 72 هافيا كوناكري الغيني، 74 كارا برازافيل من كونغو، 75 هافيا كوناكري برضه، سنه 80 كان كانون ياويندي الكاميروني، 81 كان شبيبه القبائل. نيجي بقى ل 82 نادي الاهلي، اول لقب كان حققه النادي الاهلي وكان خارج الديار. كان نادي الاهلي سنه 82، 84 كان نادي الزمالك، 85 الجيش الملكي، 86 نادي الزمالك برضه، 89 الرجاء المغربي. بعد كده سنة 90 شبيبة القبائل، 91 كان الأفريقي التونسي. كل دول يا جماعة اللي حققوا إيه البطولة كان مباراة الإياب بره الأرض. الوداد المغربي 95، أورلاندو 99، الرجاء 2003، أنيمبا 2006، والنادي الأهلي 2007. دي كانت البطولة الثانية بره مصر. 2008 النجم الساحلي طبعا كان النادي الأهلي حق بيها. 2010 النادي الاهلي، مازيمبي الكونغولي 2012، 2016 او 2012 النادي الاهلي، و2016 سان داونز. بس الاهلي المصري كان 2006 كان 2006 2007 كان النجم الساحلي، كان النجم الساحلي اللي هي البطوله بتاعه العرب. يعني 2006 كانت الاهلي هنا مع الصفاقسي، و2007 النجم، 2008 الاهلي، 2010 مازيمبي، 2012 النادي الاهلي، 2016 سان داونز. فدول الاربع بطولات. طبعا اكتر نادي حقق اللقب النادي الاهلي النهارده ان شاء الله تبقى الخامسه، ده يمكن اول رقم بيدعو ان شاء الله للتفاؤل. الرقم الثاني اللي معانا وهي نتائج الاهلي في المواجهات الاهلي والترجي في ملعب رادس. يمكن النتائج لو لاحظنا في النتائج كانت في الاول النادي الاهلي ما كانش تاريخيا، حضرتك كنت جبت الجون التاريخي اللي هو في كان 1-1 بس على المنزه، ده مش كان كان على المنزه في تونس عامه يعني، فالنتائج كانت برده ما كانش فيه فوز. لكن لو لاحظنا في اخر اربع مباريات للنادي الاهلي هنلاقي مثلا سنه 1990 النادي الاهلي تعادل في الدور الثاني وخسر بركلات الترجيح. سنه 2001 في نص النهائي حضرتك كنت مسجل الجون التعادل 1-1. 2007 في دور المجموعات كان الترجي كسب. 2010 برده هم كسبوا. 2011 كسبوا. نيجي بقى لايه؟ للحاجه اللي بتدعو للتفاؤل اللي هو اخر اربع مرات النادي الاهلي بيروح تونس وبيكسب. 2012 في النهائي 2-1 كان ناجي جده ووليد سليمان. 2015 الكونفدراليه كان جون انطوي لما سجل هناك. 2017 دور الثمانيه السنه اللي فاتت معلول واجايه. 2018 السنه دي في دور المجموعات وليد ازارو. اذا النادي الاهلي بقاله في رقم قياسي بيكسب الترجي في ملعب رادس في اخر اربع مباريات على التوالي. النهارده ان شاء الله تبقى المباراه الخامسه على التوالي باذن الله. يا رب ان شاء الرحمن باذن الله. باذن الله طبعا، رغم ان المره دي مختلف، رغم ان المره دي هتبقى مختلفه، لكن ان شاء الرحمن يتكرر المشهد ويتكرر الهدف ويتكرر الكاس باذن الله. لكن خلينا نروح، لو انت ما ساعدكش حظ ان انت تروح هناك اسمع دول بيقولوا ايه.
اللي جواك بيظهر واللي جواك بيطلع، ومفيش حاجه احلى من اللي انت بتعمله ده. مفيش احلى حاجه ان انت تنتمي لكيان كويس قوي وحلو جدا وصاحب تاريخ وصاحب مجد وصاحب بطولات وصاحب عظمه وصاحب انجازات وصاحب كل حاجه، لكن قبل كل ده وده صاحب مبدا. فالانتماء جميل ورائع جدا، ويا رب ان شاء الرحمن تكمل فرحتنا ان شاء الرحمن بالكاس باذن الله النهارده. كمل يا ابو حميد. طبعا في معانا كمان نتائج الترجي في ملعب رادس تحديدا في خلال البطوله ديت. هنلاحظ ان الترجي في البطوله ديت دايما بيلعبوا جيم مفتوح، يعني مبارياتهم ايه؟ هم يجيبوا جوان كتير ويدخل فيهم جوان كتير، جيم مفتوح دايما، ملعب رادس ملعب واسع، فدايما تلاحظ النتائج دي. يعني لو بصينا على نتائجهم هنلاقيهم لعبوا 7 ماتشات في ملعب رادس، كسبوا 6 وتعادلوا 0 وخسروا 1. جابوا كام جون؟ جابوا 19 جون. يعني ايه 19 جون في 7 ماتشات؟ يعني معدل 2.7، يعني اكتر من 2.5 في المباراه الواحده. ده رقم كبير يؤكد ان هم على ملعبهم دايما بيحرزوا اهداف كتير. ولكن اللي استقبلوا كام هدف بقى؟ هنلاقي ان هم دخل شباكهم 7 اهداف في 7 مباريات. يعني ايه؟ يعني كل مباراه بيلعبوها على ملعب رادس تقريبا بيدخل فيهم هدف. يعني هم شباك نظيفه من ال7 ماتشات ماتشين بس، وكانوا الماتشين في دور ال64 ودور ال32. فدي ان شاء الله حاجه تدعونا للتفاؤل شويه ان شاء الله النهارده نقدر نسجل، لان تسجيل النادي النهارده الاهلي هدف يقتل الماتش ان شاء الرحمن. طبعا المباراه باذن الله اللقاء مختلف، طبعا اللقاء مختلف بس لازم مختلفه، بس ان شاء الرحمن لو اكيد دي تبقى باذن الله. اكيد كارتيرون واضع سيناريو للمباراه، ده بالتاكيد ان هو واضع سيناريو للمباراه. بمعنى ايه؟ انا وجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي النهارده لازم اول 10 دقايق يلعب ضغط عالي، ضغط عالي منظم، لازم اول 10 دقايق، لان هو هيبقى فيه حماس جماهيري، هيبقى فيه ضغط جماهيري رهيب، اللعيبه هتبقى متحمسه ان هي ترجع مره ثانيه. فانا يعني اتمنى ان كارتيرون يبدا اول 10 دقايق. طبعا المباراه لازم تتقسم زي مثلا ما مانويل جوزيه قسمها قبل كده، في كابتن حسام البدري قبل كده قسمها في 2012 على حسب الاحداث. ولكن انا وجهه نظري ان اول 10 دقايق لازم تلعب ضغط عالي، بحيث ان انت تفرض شخصيتك، تبين ان انت النادي الاهلي، تحاول ان انت تجيب هدف مبكر يقتل المباراه تماما ويقتل النهائي تماما. بتبعد نفسك بقى عن الضغوط بتاعه الجماهير، الضغوط بتاعه الحكم، الضغوط بتاعه اللعيبه، كل الحاجات دي. فلازم انا وجهه نظري الشخصيه ان شاء الله ان احنا النهارده نبدا ضغط عالي ان شاء الرحمن. بعد كده طبعا تشكيل الترجي الاقرب النهارده بنسبه 99%. احنا اول مره اللي هو معز بن شريفيه نفس التشكيل بالباري. بس في 3 تغييرات عن مباراه الذهاب، عشان طبعا في عندهم ايقافات. المعز بن شريفيه كحارس مرمى، قلبين دفاع هيدخل النهارده علي اليعقوبي مكان شمس الدين الزوادي الموقوف، خليل شمام مساك شمال، الباك الشمال ايمن بن محمد وعودته النهارده هتبقى فارق شاسع. يمكن اكيد كابتن محمد يوسف كان كلامي معاه ان هو ان شاء الله هيتم عمل حساب ليه، يعني لعوده ايمن بن محمد وقدامه يوسف البلايلي. متاكد مليون المية ان الجبهه دي خلي بالك هيميل كمان سعد بكير عليه بحكم طريق لعبه، ان هو بيلعب ناحيه الشمال شويه فهيميل فعلا. وطبعا هيبقى جيلان الشعلالي وكلوبالي قدامهم، سعد بكير وعلى اليمين انيس البدري ويوسف البلايلي وقدام طه الخنيسي. فاذا ال3 تغييرات اللي دخلوا المساك اللي هو اليعقوبي صانع الالعاب اللي هو سعد بكير، وايمن بن محمد الباك الشمال اللي بيرجع، دول ال3 تغييرات يمكن اللي حصلوا عن المباراه الماضيه. يمكن الطريقه اعتقد ان الترجي يعني اللي فات شمس الدين الزواد دخل مكانه محمد بن علي يعقوبي خلاص، فرانك كومب هو رجع الشعلالي ودخل، طبعا هتفرق جامد، ودخل غياب فرانك كومب ودخل سعد بكير وطلع حسين الربيع ودخل ايمن بن محمد. ايمن بن محمد طبعا هي الغياب فرانك كومب نقطه سلبيه عندهم جامد. هم اصلا نص الملعب عندهم بيتاخد منهم بسهوله جدا، بيبقى عندهم فجوه كبيره جدا في نص الملعب، فجوه رهيبه. فما بالك بقى بغياب فرانكو كوم، غياب فرانكو كوم وكلوبالي اصلا بيتراجع بدنيا في الشوط الثاني. فاذا انت ان شاء الله لو سيطرت لازم سواء للاطراف الاجنحه لو سندت الاثنين الارتكاز هتقدر تسيطر على وسط الملعب وتقدر تاخد وسط الملعب من الترجي. طب يلا خلينا في ارقامك بقى يا ابو حميد كده. تمام هنخش بعد كده في معانا حالتين فنيين يعني النهارده هيكرروا كتير جدا. يوسف البلايلي في طريقه لعبه دايما بيخش للعمق مع عوده ايمن بن محمد عشان يسيب له المساحه ويعمل الاوفرلاب من وراه يفضها له. فدايما تلاقي يوسف البلايلي داخل للعمق وايمن بن محمد بيجري. اي يوسف البلايلي بيعمل ايه؟ دايما يدخل للعمق وتلاقي سامح الدربالي بيجري فاتح على اخر الملعب مستني الكره تجيله. دي يمكن اول لقطه معانا، هو الدربالي اللي عليه الدايره بس هو مش باين عشان الشماريخ. طبعا عندهم الجماهير بتعمل شماريخ. الاتحاد الافريقي خد قرار وفي 5 ايام رجع فيه. عادي جدا يعني طبعا هو مش باين، فضل مدرج وبعد كده رجع فيه. فسامح الدربالي بيبقى فاتح هناك جدا. البلايلي ايمن بن محمد يعني ممكن طريقه اللعب تبقى كده. الكره دي هتتكرر كتير جدا النهارده، البلايلي بيخش بيها وايمن بن محمد بيحضر نفسه زي علي معلول كده، زي معلول بالظبط. والدربالي بيبقى فاتح هناك، فلازم الباك الشمال يكون واخد باله ان هي هتتلعب تمرير طولي من وراه، عشان لو جبنا الصوره اللي بعدها على طول هتلاقي حضرتك الدربالي انطلق بالكوره، لما بعد ما انطلق بالكوره بيرسل العرضيه لقدام على طول.
هو مش باين طبعا مش شماريخ بس هي ايه هو ده سامح الدربالي بيبقى دايما منطلق بيعمل العرضيه دي لازم النهارده هتبقى مفتاح لعب مهم جدا صحيح. دايما انيس البدري بيدخل برده الصوره اللي بعد كده هنلاقي انيس البدري دايما بيقطع وبيتحول لراس حربه تاني دايما ايه الفرق ما بين طه الخنيسي وهيثم الجويني هيثم الجويني محط اكتر بيلعب دايما براسه بيريح الكوره لانيس البدري اللي بيجي من ورا عكس الخنيسي الخنيسي خطورته في التحركات سرقه المدافعين سواء سعد سمير او كولوبالي بالتاكيد هو هيبدا بالخنيسي والشوط الثاني هيدفع بيه هيثم الجويني عشان طبعا القوه البدنيه لو اتزنق هيلعب براسين حربه وتحتيهم سعد بكير زي ما عمل في المباراه الثانيه ده يمكن بعض اللقطات من المباراه الاخيره معانا بقى بعد كده الارقام طبعا مقارنه النهارده حراسه المرمى عليها عامل مهم جدا 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 طبعاً. ويعتبر طبعاً. محمد الشناوي النهارده لو في حالته هتفرق معانا جامد جدا باذن الله الشناوي طبعا طول القامه عنده 191 معز بن شرفيه 182 الشناوي 29 سنه معز بن شرفيه 27 نلاحظ في رقم النهارده ان شاء الله يعني باذن الله يتحقق يعني نفسي الرقم ده يتكسر ان الشناوي لعب 11 مباراه في دوري ابطال افريقيا حافظ على نظافه شباكه 8 ما حصلتش في التاريخ دوري ابطال افريقيا ان حارس يحافظ على نظافه شباكه 9 ماتشات هيبقى رقم قياسي مسجل بمحمد الشناوي وطبعا ماتش صعب فبالتاكيد لو عملها وفي مباراه زي دي هيبقى يعني ان شاء الله يكتب التاريخ باذن الله النادي تحسب له يا رب ان شاء الله استقبل اهداف محمد الشناوي 9 اهداف يعني معدل انقاذاته في المباراه 2.2 يعني اكتر من انقاذين ونسبه نجاحه في التصديات 75% العكس معز بن شرفيه يمكن ما حافظش على نظافه شباكه غير 4 ماتشات بس من 10 يعني نص الشناوي استقبل اهداف 8 نسبه كبيره برضه معدل انقاذاته في المباراه بتصل الى 2 يعني نسبه اقل من الشناوي نسبه نجاحه في التصديات 63% استقبل اهداف كم استقبل 8 استقبل 8 اوكي هو استقبل 8 يعني عشان هو مش كل الماتشات لان الحارس رامي الجريدي لعب بعض المباريات برضه اتفضل فهو بالنسبه لمعز بن شرفيه استقبل 8 في 10 ماتشات لعبهم الشناوي استقبل 9 في 11 ماتش ولكن طبعا الشناوي زي ما قلت لحضرتك النهارده لو حافظ على نظافه شباكه وهي طبعا هتكون امر صعب جدا بس ان شاء الله تتحقق يعني لو حافظ على نظافه شباكه باذن الله هيبقى رقم قياسي باذن الله هيبقى رقم قياسي يعني تاريخي ان انت بتحققه من ملعب رادس باذن الله الشناوي هيديك امان في الكرات العرضيه النهارده بتاعه ايمن بن محمد لو يطلع ويغطي برده سامح الدربالي عرضيه الشناوي النهارده لو في حالته بيفرق حتى في المباراه بتاعه دور المجموعات الشناوي كان في حالته ساعدك بشكل كبير جدا كان في تسديدات كتير من يوسف البلايلي تسديدات كان في انفراد الشناوي لما بيبقى في حالته اعتقد ان شاء الله بيفرق يعني زي ما بيقولوا ان الحارس نص الفريق يعني النهارده ان شاء الله بيبقى كل الفريق يبقى كل الفريق باذن الله الشناوي ده يمكن مقارنه الشناوي معانا بعد كده عندي حاجه معلش ده دي طبعا سياج امني فظيع جدا قدام الاوتيل فانا زي ما قلت لكم عهدي كده بالشعب التونسي وعهدي كده بالامن التونسي وعهدي كده بالجماهير التونسيه وعهدي كده بجماهير الترجي اللي بيننا وبين بعض مباراه في كره القدم لكن اكبر بكتير جدا من اي شيء واكبر بكتير جدا من اي استفزازات وان شاء الرحمن المباراه تبقى في الملعب او البطوله تبقى في الملعب باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الرحمن ما تروحش ابدا خارج الملعب ولا فيها اي حاجه وحتى لو في حاجات صغيره خارج الملعب مش هنبص لها لكن ما تاثرش على الملعب ولا تاثر على الناس اللي موجوده في الملعب ولا تاثر حتى على الاجهزه الفنيه اللي موجوده داخل الملعب ولا تاثر حتى على الناس اللي موجوده في المدرجات سواء كان جماهير او مسؤولين من اعضاء النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي زي ما احنا شايفين كابتن محمود الخطيب موجود استاذ محمد دماطي موجود الاستاذ خالد درندلي موجود الاستاذ العمري فاروق موجود العميد محمد مرجان موجود كل دول موجودين مع بعثة النادي الأهلي في بلدهم التانية في بلدهم التانية متأكدين من كده فإن شاء الرحمن إن شاء الرحمن بإذن الله بإذن الله تعالى يكون النصر حليفنا بإذن الله ونرجع ببطولة هي الأغلى بإذن الله في دوري أبطال إفريقيا بعد كده اتفضل السولية وجيلين الشعلالي طبعا جيلين الشعلالي كان الماتش اللي فات بيلعب بلاي ميكر صانع ألعاب الماتش ده هيرجع هيلعب بوكس تو بوكس وهيرجع كلوبالي هولدنج كلاعب حسام عاشور يعني زي هولدنج ميدفيلدر لاعب قطع كرات جيلان الشعلالي النهارده الاثنين بوكس تو بوكس في الفرقتين سواء السوليه سواء الشعلالي طبعا الاثنين لعيبه عمرو السوليه انضم للمنتخب مؤخرا والشعلالي لاعب منتخب تونس اساسا عمرو السوليه لاعب 8 ماتشات احرز هدف جيلان الشعلالي لاعب 5 اساسي و4 بديل صنع هدف عنده اسيست دقه التمريرات الاثنين 75 الشعلالي اعلى شويه 77 معدل التاكلينج وعلى فكره ده رقم محدش بياخد باله منه بالنسبه لعمرو السوليه عمرو السوليه اعلى لاعب في دوري ابطال افريقيا في معدل التاكلينج الصحيح بيعمل 3 في الماتش الواحد ده رقم كبير جدا نسبه نجاح عمرو في المراوغات وصلت 100%
الثاني 78، فعمرو عنده حته المراوغات، عنده تفوق في الالتحامات الثنائيه اعلى 71% من جيلان الشعلالي، فعمرو يتفوق طبعا. وعمرو زي ما شفناه في مباراه الذهاب هو في الكره الهدف الثاني لما شفناه بدا الهجمه وعنده حته الزياده، لان هم عندهم مشكله في وسط الملعب، وغياب فرانكو كوم هيأثر، هيعمل فجوه رهيبه في وسط الملعب. عمرو السوليه لو عمل الزياده في هجمه، عمرو السوليه دوره مهم قوي، اهم لعيب النهارده هو عمرو السوليه، لانه هيعمل الزياده طبعا. هيعمل الزياده في نفس الوقت في الفجوه اللي عندهم فرانكو كوم غايب، فعمرو السوليه يقدر يعمل الزياده، وفي نفس الوقت تمريراته الطوليه بتاعت عمرو السوليه لصلاح محسن او مروان محسن بإذن الله. لان هم دفاعهم هيلعب دفاع متقدم شويه، فهيبقى في مساحات ورا، فبالتالي محتاج واحد بيجيد التمرير الطولي زي عمرو السوليه. فاحنا معانا هدف لو جبناه اللي هو الهدف بتاع صلاح محسن مهم جدا بتاع السنه اللي فاتت، في هدفين لصلاح محسن سواء لما كان مع انبي او لما جاب في المصري، الهدفين دول مهمين قوي. ليه الجمله دي لازم تتكرر بالذات بتاع المصري؟ وهتبقى موجوده متوقعه انها متوقعه. ليه؟ لان هم هيفتحوا، هيلعبوا ضغط عالي، هيبقى في فعاليه غالبا كارترون ممكن يبدا بمروان محسن. خلي هو لو يعني لو فكر ان هو يبدا بمروان يبقى هو عايز حاجتين. مروان على فكره يعني انا شايفه برضو مميز وخيار مميز، لعيب دولي طبعا، رقم واحد خبره، رقم اثنين مروان بيمارس الضغط العالي بشكل كويس، رقم ثلاثه الدور الدفاعي بتاع مروان اعلى من صلاح محسن في الكرات العاليه، وجاب جول في الترجي على فكره، بس حظه السيء ان الحكام يعني مروان حته الالتحامات الاسيوي السنغالي بقى في الماتش اللي هو بتاع المجموعات، مروان في الدور الدفاعي بتاعه في حته الضربات الركنيه هم اكيد هيهاجموا، اكيد هيضغطوا، اكيد هيلعبوا على الضربات الثابته، يحاولوا يخطفوا جول من الضربات الثابته والضربات الركنيه، فانت محتاج واحد زي مروان اطول كمان من صلاح محسن، فعنده الدور الدفاعي، عنده الالتحامات، عنده الضغط العالي، ويبقى عندك خيار ثاني زي صلاح محسن في الشوط الثاني كورقه بديله، ان انت تدفع هيبقى في مساحات هيضغطوا، تنزل لعيب ذكي زي صلاح محسن، لو حتى جبنا الهدف بتاعه هنلاقي صلاح محسن مميز قوي ان هو بياخد في المساحات، بياخد دايما بيبقى على الطرف وتلاقيه قطع للعمق، صلاح محسن مهم قوي ان هو دايما بياخد في المساحات، عكس مروان مميز بالضغط العالي، مميز بان هو بيقطع على القريبه، ممكن النهارده بيقطع على القائم القريبه، احسن مهاجم في مصر بيقطع على القريبه هو مروان محسن على صحيح. فكره صحيح، عنده ميزه القطع على القائم القريب مش موجوده في اي مهاجم، دي حاجه قويه جدا، هو مش سريع الفينش بتاعه مش زي صلاح، ولكن ليه بعض الادوار التكتيكيه اللي المدرب بيعوزها، ده الدور اللي عايز كارتيرون يستخدمه لمروان محسن عكس صلاح محسن. صلاح محسن الشوط الثاني بيبقى فيه مساحات فاضيه، اللي هيضغطوا لو ان شاء الله 0-0 او 1-0 للنادي الاهلي، ممكن كارتيرون يبقى ده فكره او دي تقسيم المباراه، ان هو زي ما قلت لحضرتك لازم اقسم المباراه ان انا اخد التحامات واشتراكات وواقف على الكوره وتحضين على الكوره ومحطه مقاومه من مروان محسن اذا طبعا. صح التعبير او اذا صح التشكيله اللي جايه لنا، يعني ياخد فاولات، ياخد يطلع اللعيبه عنده، والشوط الثاني هتبقى موجوده، ممكن يبقى فيه مساحات استغلها بصلاح طبعا. محسن هما الاثنين محسن طبعا، وخاصه كمان ايه ان الاثنين المساكين اللي موجودين سواء يعقوبي او خليل شمام مفيش واحد فيهم مميز بالالتحامات الهوائيه، فدي ميزه ان مروان تقدر تسند عليه، مروان دايما محطه مميز قوي بالفوز بالالتحامات، فتقدر ان انت تسند عليه ويقدر ان هو يسحب معاك الفريق. لكن صلاح محسن عايز الكره على طول، هو مثلا بيبقى على الطرف متطرف، وعمرو السوليه يلعبها له او ايمن اشرف تمرير طولي وياخد ويسرق الدفاع ويجيب جول. اوكي ده فكر صلاح محسن. معانا بعد كده بقى المقارنه، نخش في الدفاع. سليف كولوبالي وخليل شمام طبعا، المساك الايسر هنا والمساك الايسر هنا. سليف كولوبالي بيتفوق، سليف كولوبالي اعتقد ان هو افضل مدافع في دوري ابطال افريقيا اعتقد مين؟ يعني سليف كولوبالي من ساعه منذ انضمامه افضل مدافع في كل حاجه، لو بصينا على الارقام فرق كبير حتى في احراز الاهداف، الاثنين لعبوا 9 ماتشات احراز الاهداف، كولوبالي جاب جونين، خليل شمام ما جابش حاجه، عدد المحاولات على المرمى كولوبالي بيروح مره في الماتش، كولوبالي خليل شمام ما بيروحش 1 من 10، دقه التمريرات بتاع كولوبالي كورته اعلى 80% الثاني 75، نسبة الفوز بالالتحامات برضو مش وحشة، يعني النسبة مش عالية قوي ما بين ده وده، بس ده حلو طبعا. وده حلو، وخلي بال حضرتك ان خليل شمام اصلا باك شمال، فمفروض كورته تبقى اعلى من كولوبالي، لكن الراجل التاني كورته اعلى. نسبة الفوز بالالتحامات الثنائية كولوبالي اطول في 65%، التدخلات الدفاعية اعلى 20، معدل تشتيت الكورة وده رقم كبير جدا لكولوبالي 50، رقم كبير قوي، المدافع بيشتت الكره بعيد عن مرماه 50، والتدخل الدفاعي بتاعه اعلى، فالرقم باذن الله كولوبالي النهارده كمان يكون مفتاح ان هو يخلص لك من ضربه ركنيه، من ضربه ثابته، الحاجات دي النهارده، لان الترجي زي ما مميز في الضربات الثابته، يعني هم عندهم ميزه الضربات الثابته، عندهم عيوب في الضربات الثابته، نفس فكره ايه الفريق اللي احنا بنلعبه في البطوله العربيه اللي هو الفريق الوصل الاماراتي، نفس الفكره بالظبط، عندهم ميزه في الضربات الثابته والعكس
في الضربات الثابته. خلينا في الترجي النهارده وبعد كده الوصل الامارات يجي وقته باذن الله. تمام. في بعد كده احنا معانا بقى المساحات بتاعت وليد ازارو اللي هتبقى تبان الصوره اللي بعد كده بتبين المساحات اللي كان فيها ايام وليد ازارو بتبين انها هتتكرر الانفراد الشهير بتاع ازارو اللي كان فاتت. ده بص حضرتك ده نص الملعب كان الترجي ضاغط وكان في مساحه فاضيه قد ايه؟ دي في الدقيقه 91 جنيه. المساحه دي النهارده ممكن تبان اكتر في الشوط الثاني. الشوط الثاني هيبقى فيه مساحات زي دي كتير، فعشان كده لو كارتيرون مقسم المباراه ودفع بصلاح محسن، لو عرضنا بقى الفيديو اللي بعد ده هنلاقي صلاح محسن مستو ايه في ان هو بص حضرتك دي انا عايز نفس الجمله دي تتكرر النهارده، عمرو السليه لعبها لصلاح محسن، صلاح محسن يحط الكره دي لو لعبنا عليها واستغلينا المساحات اللي ورا يا هتبقى حاجه يعني، صلاح محسن يسجل ان شاء الله ان شاء الله يعني. في بعد كده بقى مقارنه ما بين صلاح محسن وبلال المجري. ماشي، دي عندنا مقارنه الاخيره بتاعه صلاح محسن وبلال المجري. مش هيشارك ده كبديل، ممكن الاثنين ممكن يكونوا ورقه رابحه الاثنين. صحيح. اوكي، صلاح محسن جايب جونين في 6 ماتشات، بلال المجري لاعب 8 جايب جونين برضه بس صانع هدف زياده. نسبه المراوغات عند صلاح محسن اعلى 83، الثاني 60%. نسبه الفوز بالالتحامات بتاعه بلال المجري اعلى لانه اقوى بدنيا شويه من صلاح محسن. المحاولات على المرمى بلال المجري 11 مره وصلاح محسن 10 محاولات. اوكي ابو حميد، يعني ارقام شيقه جدا وحاجه حلوه وربط رائع جدا ان شاء الله الرحمن، يعني باذن الله مستقبل باهر باذن الله تعالى في الطب وفي الرياضه باذن الله. المهم بس ناخد افريقيا. يا عيني على الرد، يا عيني على الرد. شكرا يا ابو حميد. شكرا لك. غلطان اللي يفتكر الاهلي ده مجرد نادي الناس بتشجعه او بتسنده. الاهلي في قلب كل واحد مهما كان انت فين ورايح تعمل ايه وكل حاجه، لكن اللي جواك اللي في قلبك في قلبك عشان تعرف الاهلي بيمثل ايه للناس وجوه الناس فيها ايه من حب للنادي الاهلي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ يا رب يا رب يا رب باذن الله، زي ما الناس بتقول يا رب حوالين الكعبة الشريفة، يا رب إن شاء الرحمن بإذن الله تعالى اللي موجود في الكعبة ومفكر في مباراة النهائي ما بين الأهلي والترجي التونسي، تقبل منه يا رب، تقبل منه وإن شاء الرحمن استجب لدعاء. كمان مش وانت على الأرض بس، أو ماشي رايح مشوار أو بتحضر لحاجة أو مستني المباراة في البيت أو رايح تتفرج عليها مع حد من صحابك، لا ده انت ممكن تبقى في مكان تاني خالص في حتة تانية خالص ومع ذلك برضو بتفكر في الاهلي وبرضو بتفكر في مباراة النهائية والاهلي جوه عقلك وجوه قلبك وعايزه يكسب ونفسك يكسب ويرجع بالكاس. فالاهلي مش في دماغك وبس ولا حساباتك وبس ولا ليك أمور مادية بتحسبها عشانها، كل الموضوع هو حب وعشق للأهلي. شوف ده كمان بيعمل إيه. ترجع لي هنا؟ ارجع لي يا سيدي. تعالوا نشوف ده كمان بيعمل إيه وهو موجود في مكان بيفكر في مين، نفسه في إيه، نفسه الأهلي يحقق إيه النهاردة بشغله وأهمية شغله وكل حاجة. اتفرجوا على الجمال يا جماعه. خد العلامه. مساء النصر، نصر باذن الله وتسعى باذن الله. ومكملين فقراتنا بعد ما شكرنا كابتن احمد سامي او دكتور احمد ثابت، خلينا نستقبل المساعد الدولي كابتن ايمن دجيش والحكم